السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم محمد حسين من قناه سر شكي. ازيكم عاملين النهارده؟ هنتكلم عن ازاي تشغل اليوتيوب زي الام بي 3 وانت قافل الموبايل او انت عامل لوك للموبايل. تمام، كلنا طبعا بنطمح لحاجه زي كده، وانا شخصيا لسه عارف التريب ده من كام شهر كده، وكنت بستخدمه وانا ماشي في الطريق، مثلا عايز اسمع مثلا نشيد معين، او عايز اسمع مثلا حلقه في تيدكس او اي حاجه تاني، او اي مثلا برنامج عايز اسمعه مش لازم اتفرج على الصوره. طيب انا اقول لك على الطريقه بالظبط. الطريقه دي بدون اي برامج وبدون اي حاجه. تمام، كل اللي انت هتعمله لو عايزين يخش على الان دلوقتي هخش على اللايف على طول. بص، كل انت تعمله انت هتدخل على جوجل كروم، جوجل كروم اللي المتصفح العادي جدا، تدخل تكتب اليوتيوب عادي في السيرش في الادرس من فوق. تمام، هيظهر لك كده. انا دلوقتي فاتح على القناه بتاعتي اللي هي السيرش اهي. تمام، اهي اللي هي دي. اول ما تخش على قناه السيرش بتلاقي ليه انت محتاج ساعه جي شوك. ده لحد التحديث دلوقتي، الله اعلم ممكن اغيرها ولا لا، بس هو ده لحد التحديث بتاع النهارده. احنا دلوقتي 20/7/2019. تمام، هتلاقي ليه انت محتاج ساعه جي شوك. لو عملت كليك دلوقتي اهو على الفيديو اهو، الفيديو، ودوست على بلاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناه سيرش. تمام، ازيكم عاملين؟ لو انا دلوقتي عملت لوك عن حاجه تخص اللوك اهو، تخص الجاذبيه بتاعتك، وقفت الفيديو، وقف. تمام، شغالها ازاي بقى؟ بص، لما تيجي تضغط هنا هتلاقي فوق هنا خالص، فوق هنا 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 عند في تلات نقط فوق بعض، 3 دوتس فوق بعض، الثلاثه اللي هم فوق كده جنب التابس دي، جنب الرقم واحد. لو ضغطت عليهم هيظهر لك في اوبشنز تحت خالص. هتلاقي في الاوبشنز تحت خالص دي في تاء، يعني رقم تحت خالص، اخر واحده من رقم ثلاثه من تحت، هتلاقي في حاجه اسمها ديسكتوب سايت. ديسكتوب سايت، لو انا عملت دلوقتي كليك اهو على ديسكتوب سايت، شكل الفيديو هيتغير، يعني هيتحول من موبايل، من شكل موبايل لشكل ديسكتوب. اهو دلوقتي اهو بيتعمل الفورماتنج بتاعه بشكل ديسكتوب. تمام، اهو شكل الفيديو بتاعي بقى الفيديو دلوقتي، الفيديوهات اللي تحتيه بقت زي شكل الديسكتوب مش شكل الموبايل. ديسكتوب سايت اللي انت تحولها من شكل الموبايل لشكل ديسكتوب. واو، هضغط اهو دلوقتي على الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الفيديو هيبقى شغال. تمام، وهو شغال اضغط على الهوم، الهوم اللي هي اللي في النص، الهوم اللي انت هتبقى الرئيسيه، اللي انت ترجع تخرج بره خالص زي ما انت بتخرج عادي. تمام، دوس على الهوم، هو الفيديو شغال. انا قصدي الفيديو هو شغال، دوس على الهوم دي. دلوقتي احنا خرجنا اهو في الهوم. تمام، لما تيجي تنزل في السلايد دي كده هتلاقي علامه زي علامه الام بي 3 اللي بتجي لك، الام بي 3 اللي هي بلاي وفورورد وبريفيوس وكده. هتدوس على بلاي اهي، الساعه المكنه طلعت قماشه رجاله. تمام، شغاله اهو في الباك جراوند. طب ايه رايك لو احنا قفلنا الموبايل كده؟ ممكن تستفيد بحاجه، وممكن كمان تستفيد انك ممكن تستفيد ساعه كويسه باسعار، فيديو مقفول وفي نفس الوقت تبقى شيء فيديو مقفول في كل المناسبات. تمام، طب عايز ارجع الفيديو تاني اهو، هنتكلم عن الساعه. الفيديو فتحته اهو، تيجي على الشبابيك اللي تحت دي اللي هي بتفتح الشبابيك النوافذ دي على الويندوز دي، تدوس عليها كده اهو وتفتح الجوجل كروم. جي اي نيم شغاله عادي، توقف توقف بس كده. وكمان الفيتشر بتاعت اهو الفيديو اهو، وكمان الفيتشر بتاعت الديسكتوب سايت دي بتخصص سبيسيفيك لموقع معين، لسايت معين. يعني قصدي ايه؟ لو انت عملتها ديسكتوب سايت لليوتيوب، مش هتيجي لما انت تفتح الفيسبوك هيقول لك انا هيعملها لك زي الديسكتوب سايت على الفيسبوك، لا، هي هتبقى حاجه كده سبيسيفيك لليوتيوب بس. يعني انت ممكن تخلي الفيتشر دي لليوتيوب، الديسكتوب سايت اللي احنا عملناها من شويه. تمام، ولما تيجي تدخل دلوقتي على الفيسبوك او على اي حاجه تاني، او على مثلا جيميل او على اي حاجه تاني، هتبقى بالفيتشر اللي هي بتاعه الموبايل. يعني ديسكتوب سايت هتبقى على اليوتيوب فقط بس كده. هو الفيتشر دي كويسه قوي يا جماعه، انا لسه دي عارفها من شهرين ثلاثه، كنت بسمعها كده وانا ماشي، فقلت بشاركها معاكم عشان انا عارف ان في ناس بتعاني زي ان هي نفسها تتفرج على اليوتيوب وهي قافله الموبايل، او هي عامله لوك الموبايل وحاطاه في جيبها، بتسمع اغاني، بتسمع نشيد، بتسمع قران، بتسمع اي حاجه، فبتبقى عايزاها تحط في جيبها وهي ماشيه، بدل ما تقعد تبقى متكدره كده وهي ماسكه الموبايل او حاطه الموبايل في الجيب. بالعكس، ما تحطش الوش ده في رجل ناحيه رجليها، لا، تحطه ناحيه بره. بس كده يا جماعه، اتمنى طبعا تعمل لايك للفيديو ده، ويا ريت لو تعملوا شير ما بين اصدقائك، ولو عجبك الفيديو اكتر 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 اشترك في القناه، وما تنسانيش بقى طبعا. شكرا جدا ليكم.
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وكان معكم محمد تحسين. لا كان معكم محمد تحسين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.